بطلب التوبة. قال الإمام الجواد عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي، إني قصدت إليك بإخلاص توبة نصوح وتثبيت عقد صحيح ودعاء قلب جريح وإعلان قول صريح. اللهم ربي، فتقبل مني إنابة مخلص التوبة وإقبال سريع الأوبة ومصارع تجشع الحوبة، وقابل ربي توبتي بجزيل الثواب وكريم المآب وحط العقاب وصرف العذاب وغن الإياب وستر الحجاب، وامحو اللهم ربي بالتوبة ما ثبت من ذنوبي، واغسل بقبولها جميع عيوبي، واجعلها جالية لرين قلبي، شاحذة لبصيرة لبي، غاسلة لدرني، مطهرة لنجاسة بدني، مصححة فيها ضميري، عاجلة إلى الوفاء بها مصيري.